نحن الآن في الشهر العاشر من معركة طوفان الأقصى، في الشهر العاشر من حرب الإبادة الإسرائيلية بأبعادها المتعددة ضد كل الفلسطينيين المكثفة بأفظع وأبشع أشكالها في قطاع غزة. بعد القطاع المشاهدين نعود لكم في حلقة جديدة من برنامج المسار عبر شبكة القدس. في حوار اليوم مشاهدين نناقش معكم واقع ومستقبل الضفة الغربية على إثر الحرب المعلنة قديما والمتسارعة جدا حديثا على أراضي الضفة ومقدراتها ومواردها وسكانها ضمن ما عرف باسم خطة الضم. سيعلم هذا الاحتلال مهما فعل، مهما قتل من أطفال ونساء وشيوخ وهدم المنازل والحصار الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، إلا أن الشعب الفلسطيني صابر صامد بإذن الله تعالى، وغزة أكبر مثال على ذلك. مساء الخير، نحن الآن في الشهر العاشر من معركة طوفان الأقصى، في الشهر العاشر من حرب الإبادة الإسرائيلية بأبعادها المتعددة ضد كل الفلسطينيين والمكثفة بأفظع وأبشع أشكالها في قطاع غزة. غزة هذه التي تخاض على أرضها حرب كما لو أنها حرب كونية، كما لو أن جسد غزة الصامد المقاتل المقاوم ممر لخوض أعقد الصراعات وأصعبها. نبدأ بالترحم على أرواح جميع شهداء فلسطين الذين يرتقون يومياً بالمئات في مجازر مفتوحة لا نعرف موعداً لنهايتها. بعد القطاع المشاهدين نعود لكم في حلقة جديدة من برنامج المسار عبر شبكة القدس، هذا البرنامج الذي كنا نتتبع في حلقاته المسارات الضيقة التي كانت تشق طريقها نحو فلسطين، والآن سنجد أنفسنا نتتبع مساراً واسعاً جداً هو مسار الطوفان، سواء في غزة وفي الضفة وفي القدس أو في الداخل المحتل وكذلك في الإقليم. في حوار اليوم مشاهدينا نناقش معكم واقع ومستقبل الضفة الغربية على إثر الحرب المعلنة قديما والمتسارعة جدا حديثا على أراضي الضفة ومقدراتها ومواردها وسكانها ضمن ما عرف باسم خطة الضم، وكذلك في إطار ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال قبل فترة وجيزة بخصوص اتخاذ إجراءات أو ما سمته إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية تتضمن حصارا ماليا وعقوبات وتضييقات ضد قيادات، والأهم من ذلك هو قرار سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في بعض مناطق الضفة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا لهذه الحلقة من برنامج المسار، أستاذ وليد حباس الباحث والكاتب الفلسطيني، والأستاذ صلاح الخواجة الباحث في شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا فيكم ضيوفي الكرام، مساء الخير. قبل أن نبدأ الحوار نشاهد هذا التقرير الذي يجمع بعضا من الأصوات من الشارع. قبل عدة أيام أعلن الاحتلال أنه سيضم آلاف الدنومات من أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنين والمستوطنات. فهذا المخطط مش جديد، هذا مخطط قديم، وهذا المخطط مدعوم من الصهيوني، اللوبي الصهيوني في أمريكا. ما إلنا إحنا محل في نظرهم. الهدف الرئيسي هو دائما منذ وجود الاحتلال الإسرائيلي من العام 48 هو تهجير الناس ومحاولة الضغط على السكان، وخصوصا في الكرة الفلسطينية حاليا يقوم بسياسة التجزئة بوضع البوابات في محيط الكرة وعزلها عن بعض البعض. اليوم نشاهد البؤر الاستيطانية انتشرت بشكل كثيف بالإضافة إلى طرق الاستيطانية، وتضاعفت بشكل كبير اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين القاطنين في مناطق بي من أجل الضغط عليهم وترحيلهم إلى المناطق المسمى ألف. إحنا عارفين كل الحدث اللي صار هو عبارة عن خطة بديلة الحين، عن مش كان زي السابق إخطارات وممكن تهديدات عن طريق الإدارة المدنية، لا اليوم صار يجيك بالعنف حتى الناس تشعر بالموت وبالخطر علشان تطلع من هاي الأرض. هاي سياسة مستمرة، إفراغ الأرض من المواطن الفلسطيني لصالح المستوطن الإسرائيلي اللي بيجي يقطن هاي الأراضي ويسرقها ويعتدي يحرق بيوت السكان. اعتداءات الجيش الإسرائيلي علينا في المنطقة هذه والمستوطنين، ترويع الناس في المنطقة، ترويع أطفالنا، ترويع النساء، بحاولوا يهجرون من هذه المنطقة، لكن نقول لهم لا تحت أي مسمى. ومهما يفعل الاحتلال بالشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني مثل ما قال الراحل ياسر عرفات، هذا شعب الجبارين. أبوي مات في الأرض هذه وجدودنا مات في الأرض هذه، لو حرقوا دورنا وسرقوا غنمنا، لو دمروا الدنيا كل عندنا، إحنا لو بدنا نسكن في خيم في دورنا نظل صمدين في وطننا. لو هدموا بيوتنا جميعها، لو هدموا البيار، هدموا المساكن كلها، لو بنفترش الأرض ومنلتحف السماء،
حنبقى متجذرين في أرضنا. وسيعلم هذا الاحتلال مهما فعل، مهما قتل من أطفال ونساء وشيوخ وهدم المنازل والحصار الاقتصادي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، إلا أن الشعب الفلسطيني صابر صامد بإذن الله تعالى، وغزة أكبر مثال على ذلك. هو ثبات وصمود، هو بيكسر كل مخططات الاحتلال. يعني لاحظنا حتى في الحرب على قطاع غزة، ثبات الناس في الشمال وفي مدينة غزة هو كسر كل المخططات كانت تخطط لها الحركة الصهيونية بتهجير السكان. هلا بما إنه فيش مصاري أو فيش أموال مخاصة، هذا بأثر اقتصاديا. هذه المخاصة لما باخذوا بعطوهم نسبة قليلة منها، ما هو شل حركة الشارع الفلسطيني شلل كامل للاقتصاد الفلسطيني. يعني الناس ما معها أموال ولا معها مصاري تشتري تاكل تشرب، وتطلع البلد كيف فاضية مهوية، البلد مش زي أول كانت حياتنا صارت صعبة. الناس هيك بتصير كيف بدي أحكي لك تاكل بعضها. يعني بأثر على الشارع الفلسطيني طبعا، شو أنت شايف الشارع الفلسطيني منهار، الرواتب لما تنزل 50% ولا 60% لمين الموظف؟ عندك قرض للبنك بروح ما هو نص للبنك بدون لك 400 شيكل، أنا مش عارف كيف الموظف عايش. طالما ما فيش مصاري الوضع الاقتصادي بيضل بائع، قرار ظالم. يعني شو هاي شغل عربدة، شغل زعران، وهينا عايشين مع هالزعران لنشوف الأمة العربية امتى تتحرك لهالزعران. ما بنقدر نحكي إلا الله يكون في العون يا رب. بيضغطوا على الشعب عندنا بالنسبة للمخصصات، بس إن شاء الله رب العالمين أكبر، وهاي الشغلة ما بتدوم. يعني قد ما يعملوا طرق ما راح تزبط معهم بإذن الله. الله ينتقم من الاحتلال وعوان الاحتلال يا رب العالمين، وينصر أهلنا في غزة يا الله. إذن بعد أن شاهدنا هذا التقرير مشاهدينا، نبدأ الحوار مع ضيفي أستاذ وليد حباس وأستاذ صلاح الخواجة. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أبدأ معك أستاذ وليد، مساء الخير. مساء النور أستاذ وليد. يعني أول شيء خلينا نفصل هيك للمستمعين، ربما أحيانا في خلط ما بين الإجراءات التي بدأت عمليا على الأرض في إطار ما يعرف بخطة الضم، والإجراءات اللي قيل عنها بأنها إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ولكن هي عمليا تمس بالأساس الفلسطينيين والناس في الضفة الغربية. فخلينا هيك نفرق بين الضجة صارت مؤخرا ما بين خطة الضم والإجراءات التي اتخذت كأداة للضغط على السلطة. طيب شكرا لك. يعني مزبوط، انا بدي اميز بين ثلاث يعني امور، ثلاث شغلات مش شغلتين. الشغله الاولى اللي هو بعد عام 2000 عام 1999 لما انتهت فتره اوسلو، هي 5 سنوات، وذهبوا للمفاوضات في كامب ديفيد ياسر عرفات وباروك، اعلن باروك واللي هو طبعا ممثل كان حزب الوسط اليساري لسه ما كانش جاي اليمين، أعلن أنه لا يوجد هناك شريك، وكأنه يعني انتهت عملية السلام وما في هناك أمور أخرى. ومظبوط أنه صار هناك مفاوضات لاحقا مع فترة أولمارت وكمان مباحثات فترة نتنياهو، ولكن تحديدا من 2014 نقدر نحكي دخلت كل مسار أوسلو والعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نفق معتم، وكأنه إسرائيل تريد أن تعلن جهاراً للسلطة أنه أنت أقصى ما يمكن أن تفعليه وأن تكوني فقط سلطة حكم بلدي أو حكم ذاتي بدون أي مدلول سياسي. هذا كان يعني الفترة الأولى أو البيس الأساس اللي بدنا ننطلق منه نشوف. من هذيك الفترة إحنا شفنا يعني ازدياد كبير بالاستيطان، إدارة ظهر لكل مباحثات سياسية، إغلاق كل قنوات التنسيق السياسي مع السلطة والإبقاء فقط على الإداري والأمني. هذه كانت أول فقرة مفروض تكون موجودة دائما بالذهن. توازت هذه الفقرة الفترة مع قيام استراتيجية نتنياهو في إدارة الصراع على الاستثمار في الانقسام. يعني نتنياهو أعلنها في أكثر من مكان، نحن كإسرائيل نستثمر بكل جهدنا دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا واستخباراتيا في إعادة إنتاج الانقسام. بس هذه هي الفترة الأولى. الفترة الثانية أو المرحلة الثانية هي مرحلة صعود اليمين الجديد. نقصد في اليمين الجديد ليس فقط نتنياهو، وإنما ذلك التحالف اللي بيضم الصهيونية الدينية والمستوطنين والمحافظين والتوراتيين إلى آخره. هذه الفترة احنا نقدر نشخصها يعني بعد 2014 فصاعدا، وهذيك الفترة كان يعني فترة فرخت بها منظمات مستوطنين بشكل زي الفقع
انتشرت في الضفة الغربية يعني، ولها تمويل سخي، وبدأت يعني تبني مستوطنات ومزارع ورعويات وتغلق طرق وتؤثر وتسيطر على الجيش من داخله وتحتل مناصب مفتاحية داخل الدولة العميقة وداخل الإدارة المدنية إلى آخره. المرحلة التالية، في هذه المرحلة أوجها أو وصلت ذروتها عندما تم تشكيل هذا الائتلاف الحاكم حاليا، ولو احنا بنسميه ائتلاف نتنياهو سموتريتش بن غفير. وهذا الائتلاف قام على اتفاقيات ائتلافية، واحد من الاتفاقيات بين حزب الليكود وحزب تسيونو داتيت أو صهيونية دينية أو سموتريتش، وهذا بيحتوي على أكثر من 80 بند معظمها تتحدث عن الضفة الغربية. بدهم يشرعنوا كل العشوائيات، المستوطنات العشوائية، بدهم يشقوا طرق، بدهم يخصصوا ربع ميزانية المواصلات للضفة الغربية، بدهم يعاقبوا السلطة ويلغوها من وجوده من وجود بتاتا. كل هذا يعني كان منصوص عليه في اتفاقيات ولم يكن مرتبط يعني بالضبط في 7 أكتوبر. ثم جاء 7 أكتوبر، وبالمناسبة يعني بقدر ألخص 7 أكتوبر عشان ما أطلش الكلام بعبارة واحدة، إنه إسرائيل تعامل الفلسطينيين ككتلة واحدة، هي لا تميز إنه هناك غزة وهناك الضفة أو هناك مقاومة وهناك جناح تفاوض، هي لا تضع هذه الاعتبارات. فبالتالي 7 أكتوبر كأنها يعني نزلت برنامج جديد عندها، سوفت وير جديد، معاقبة كل الفلسطينيين بما فيها السلطة الفلسطينية. نقدر نحكي أكثر لأنه الهدف من كل هذه العقبات، ونقدر نحكي شو هي هذه العقبات، اللي هي تعمل جيم تشينجر، تغير كل قواعد اللعبة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية والفلسطينية بشكل عام. لأن هذه هي الخلفية العامة. فإذا إحنا نيجي نتطلع على هذه العقوبات، إحنا لازم نشوفها في هذا السياق اللي هو سياق متصاعد وصولا إلى اليوم. هي ليست فترة وبتعدي، هي ليست مثلا حرب وبتخلص وبعدين ترجع العلاقات كما كانت، يعني كانت سيئة مش ما كانت إن هذا، ولكن ليست فترة وبتعدي، هي تحول في الدي إن إيه للعلاقة اللي بتربط إسرائيل بالسلطة. نعم. طيب إحنا طبعاً رح نيجي على محور خاص له علاقة في السلطة الفلسطينية والعقوبات، لأنه إحنا عنا في مستجدات في الأيام الأخيرة أنه صار في إفراج عن جزء من أموال المقاصة، صار في هيك ضخ أكسجين مالي ولو كان مدته بعرفش قديش قصيرة، ولكن صار في هيك محاولة إنعاش بسيطة للسلطة الفلسطينية على المستوى المالي. هذا ممكن نحلله خلال الحلقة، لكن على الأرض أحول النقاش للأستاذ صلاح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان عن الإجراءات اللي ساعدت الاحتلال بإقرار وتنفيذ خطة الضم الآن بشكل متسارع بعد 7 أكتوبر، بمعنى أنه في كانت مقدمات كتير طويلة لإقرار خطة الضم وما إلى ذلك، ولكن الاحتلال اليوم حاطط حاله في محل انه وكانه بس بيرد على الفلسطينيين، مع انه الشيء جدا جدا كذب يعني ومخادع، بينما كان من السهل عليه ان يتخذ اجراءات سريعه جدا في خنق الضفه الغربيه وتنفيذ يعني جزء كثير كبير من خطه الضم على الارض. كيف تمكن من هذا، وما الاجراءات التي كان قد نفذها على الارض خلال اخر كم سنه ومكنته بالفعل من تسريع الخطوة خلال هذه الأشهر التسعة؟ تحياتي لك لينا وللأخ وليد وللأخوة والأخوات المشاهدين. لا يمكن قراءة الاستيطان في الواقع الحالي بدون ربطه بالرؤية السياسية لكل الأحزاب الإسرائيلية منذ أن بدأ الاحتلال، وكيف تتطور سواء من حيث الوقائع على الأرض، وما هي البرامج التي تبنتها الأحزاب الصهيونية، ويمكن قراءة بالأرقام بشكل سريع. منذ عام 67 بعد احتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية وفي مناطق الضفة وقطاع غزة، كان الاستيطان حتى عام 78 لن يزيد عدد المستعمرين والمستوطنين عن 23 ألف مستعمر ومستوطن في قطاع غزة والضفة الفلسطينية. بعد اتفاق جام ديفيد في عام 78 حتى اتفاق أوسلو الذي أعطى شرعية للاستيطان أكثر على المستوى بعد تحييد أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط عن الصراع مع دولة الاحتلال، اعتبر فرصة جديدة لتعزيز الحلم الصهيوني في عملية التهويل فيما يسمي منذ اليوم الأول لاحتلال عام 67 بمنطقة يهوذا والسامرة. فتطور الاستيطان منذ عام 78 حتى اتفاق أوسلو ليصل 123 ألف مستعمر ومستوطن
في الضفة وقطاع غزة. ما بعد خطة الهجوم الذي تبناها شارون، وهي الذي يريد إزالة التعريفات الدولية في منطقة الخط الأخضر والمناطق الفاصلة ما بين الأراضي المحتلة عام 48 وعام 67، وبدأت بالقدس، القدس الغربية والقدس الشرقية، ومن ثم في عام 2002 إعلان بناء جدار الفصل العنصري الذي ضم حسب تقديرات رسمية أكثر من 11%، وحسب تقديرات مؤسسات مجتمع مدني وأخرى أكثر من 17% من أراضي الضفة الفلسطينية. وكانت هذه الأراضي لصالح الاستيطان والجدار والتوسع الاستيطاني في المناطق التي تم البناء عليها، سواء في مناطق غرب الضفة الغربية أو جنوبها أو شمالها. هذا التطور وبعد اتفاق أوسلو زاد الاستيطان حتى اليوم ليصل 840 ألف مستعمر ومستوطن في مناطق الضفة الفلسطينية. وبالتالي إسرائيل استغلت الاتفاقيات السياسية سواء العربية أو مع الجانب الفلسطيني لتمرير حلمها الصهيوني. لا يمكن أحد أن يعتقد بأن أي من الأحزاب الصهيونية كان يفكر مرة بأن يريد السلام أو أن يكون هناك شريك للفلسطينيين لبناء السلام. كل هذه الخطوات التي تبنتها كل الأحزاب الصهيونية وكل الأحزاب الإسرائيلية الذي قادت الحكومات المتعاقبة كان هدفها الرئيسي هو تعزيز الاستيطان. هذا ليس بالبعد التكتيكي في واقع الاستيطان في الضفة، هذه رؤية منذ 67. العالم يعترف بأن الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 أراضي فلسطينية بالكامل. وبعد عام 67 إسرائيل حاولت أن تمرر رؤيتها أو ما تسمى بالرواية الصهيونية للعالم والمجتمع الدولي بأن الضفة الفلسطينية أراضي متنازع عليها وليس أراضي محتلة. وحاول بذكاء سياسي كل قادة الحركة الصهيونية منذ اتفاق أوسلو بالبدء بوضع اتفاقيات قد يكون أعطت للفلسطينيين إدارة الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 في مناطق ألف وباء وجيم بأشكال مختلفة من عمليات الإدارة، ولكن أبقت على موضوع التحفظ بالقضايا الاستراتيجية، منطقة الأغوار وضع اليد عليها بالكامل، القدس لم تتحدث عنها واعتبرت من القضايا المؤجلة، المياه، المعابر وغيرها من القضايا الاستراتيجية. هذه القضايا هي القضايا الأساس، ليس قضايا المواطن وحركة المواطن والتنقل ما بين مدينة وأخرى، هو حياة ومتطلبات الشعب الفلسطيني، هو مقدرات الشعب الفلسطيني هي الأساس والمقومات لدولة فلسطينية. في حين يعني وضع اليد التي لم تحسم في اتفاق أوسلو هي التي الآن يتم الاعتماد يعني على كل الثغرات صار في هذا الاتفاق لتمرير وتنفيذ خطة الضم في أوسلو وكأنه قانوني يعني بين قوسين. هذا صحيح، اعتبر باعتبار مرجعية ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ويعتبر أمام المجتمع الدولي بأن هذا ما وقع عليه الفلسطينيين. هذا كان من أكبر الأخطار على القضية الفلسطينية وما أكبر المساوئ للقضية الفلسطينية هذه الاتفاقيات الذي حاولت أن تعزز الرواية الصهيونية. وأكثر من ذلك كان اتفاق الخليل، اتفاق الخليل الذي قسم الحرم الإبراهيمي أعطى مبرر للوجود الصهيوني في المناطق الفلسطينية حتى لو كان فيما يسمى بحق العبادة. كل ذلك كان مداخل لتعزيز الرواية الصهيونية بأن أراضي متنازع عليها. الحكومة التي نشأت بتحالف نتنياهو وسموتريش وبن غفير طورت من حالة مناطق صراع لتحويل الكل الفلسطيني بعبارة عن سكان فلسطينيين يعيشوا في مناطق مختلفة. الخطوة الأولى كانت بسحب كل الصلاحيات الإدارية للسلطة الفلسطينية في مناطق جيم بالكامل، والأكثر من ذلك حتى سحب الارتباط الطبيعي ما بين الفلسطيني في قريته والأراضي التي تعتبر في مناطق جيم، ومنع عملية البناء في مناطق جيم بالكامل، وبدأ بعملية تشريد على الأقل منذ 27 أكتوبر حتى اليوم. أكثر من 25 تجمع فلسطيني تم تهجيرهم، أكثر من 1700 إنسان تم تهجيرهم، خمس تجمعات بدوية في شرق رام الله مثل عين سامية وادي السيك وهذه التجمعات. حجم الأراضي الذي صودرت من كرة شرق رام الله مضاعف لمساحة مستعمرة تل أبيب ثلاث مرات. معالي أدوميم
المخطط الهيكلي لمستعمره معالي ادوميم 62 كيلومتر، هناك مشاريع ممتده ستربط ما بين القدس الغربيه والشرقيه مع معالي ادوميم حتى البحر الميت كاصبع استيطاني يسمى في المستقبل بالقدس الكبرى وفق الحلم الصهيوني. وبالتالي هذا المخطط الهيكلي لمستعمره معالي ادوميم 62 كيلومتر، مستعمره تل ابيب مخطط الهيكلي 63 كيلومتر. فبالتالي نحن امام وقائع استغلت من حكومة برنامج نتنياهو سموتريش وبن غفير لتصفية القضية الفلسطينية، تصفية الحلم الفلسطيني، بدأ بإنهاء ما يعرف بالعلاقة الإدارية في مناطق جيم، تم طرح أو إعادة طرح موضوع تسوية الأراضي كمشروع استيطاني تم وقفه بقرار من المحكمة أو متسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لمنع تمليك المستوطنين في مناطق الضفة الفلسطينية بسبب تقديم اعتراضات من عدد من المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان سواء الفلسطينية أو في الأراضي المحتلة عام 48، وتم توقيف هذا المشروع. اليوم أعيد تنفيذ تمليك المستوطنين لأراضي فلسطينية، وهذا ليس فقط إدارة الظهر للمنظومة الدولية، حتى لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الذي يعتبر أن الاستيطان جريمة حرب، اليوم كل مستوطن مجرم حرب بسبب هذه الإجراءات وضرب لما يعرف فلسطينيا بفتوى لهاي، الفتوى التي صدرت على محكمة العدل الدولية في عام 2004 التي اعتبرت أن الاستيطان غير شرعي، وذكرت القدس 6 مرات بأنها جزء من الأراضي المحتلة عام 67 وأن الجدار يجب هدمه وتعويض الفلسطينيين عن هذه الأضرار. هذا كله استخدم في برنامج الحكومة لإدارة الظهر بالكامل للمنظومة الدولية وفرض وقائع على الأرض من خلال أشكال استيطانية جديدة، قد يكون إذا كان متاح الحديث عنها أكثر، عن البؤر الرعوية والبؤر الاستيطانية والاعتراف بالبؤر ما تسمى بالبؤر العشوائية وتحصين البنى التحتية وخاصة الطرق الرابطة بين المستوطنات، السيطرة على المناطق الأثرية، كل هذه القضايا التي اعتبرت جزء من برنامج الحكومة وجزء من إدارة. يعني رغم أستاذ صلاح، رغم كل هاي المقدمات اللي التاريخية لفكرة التمدد الاستيطاني على أرضنا وسرقة أراضي الضفة وكذا، إلا أنه الاحتلال أحيانا في بعض الأحيان خلينا نقول خلال هالأشهر التسعة وكأنه نجح إعلاميا على الأقل بأن يروج لمخططاته في الضفة الغربية وكأنها في إطار الحرب أو أنها رد على بعض الأمور اللي صارت خلال الحرب، أو أنه يعني كان وصلت في الوقاحة الاحتلال إلى أن يقول بأنه شرعنة 5 بؤر استيطانية يرد على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين، ويعني وظف الآن هذه المسألة أيضا في حربه ضد المقاومة حتى يشعر الفلسطيني وأيضا المجتمع الدولي أنه هذا الاستيطان هو رد فعل على 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 7 اكتوبر او رد فعل على ما يحدث في غزه. يعني الى حد ما كان في هذا الاستغلال. فهي النقطه انقلها الى الاستاذ وليد، كيف اليوم الاحتلال تعامل اعلاميا بالترويج اعلامي لمساله تنفيذ كل شيء من مخططاته على الارض في هذه الفتره؟ يعني في عندنا هون بعدين مهمات. يعني قبل ما نتحدث عن الاعلام، في الأول احنا حكينا ان هناك في اتفاقيات ائتلافية بين الأحزاب المشكلة تشكل الائتلاف الحاكم، وحكينا أيضا ان هناك منظمات مجتمع مدني يمينية متطرفة نقدر نذكر منها زي رجابيم، فورم شيلو، وفورم كوهيلت، ونحلا، وأمنا. هذه المنظمات أيضا تعمل داخل الضفة الغربية. الآن اللي بيصير إذا إحنا تتبعنا كيف تنقلوا الأشخاص، يعني إحنا بنرصد دايماً عمل القيادات المستوطنين المتطرفين أصحاب الخطاب التوراتي، إذا انتبهنا كيف انتقلوا في مواقعهم آخر فترة، إحنا بنقدر نحكي إنه أهم 10 مواقع مفتاحية، وأنا راح أشرح شو يعني موقع مفتاحي، أهم 10 مواقع مفتاحية تتعلق بمصير الضفة الغربية هاي سيطروا عليها المستوطنين. فبالتالي هم قبل ما نتحدث عن الإعلام هم لديهم القدرة، هم مش شيء ودولة إسرائيل شيء تاني، بمعنى أنه الاستيطان في الضفة ليس شيء ودولة إسرائيل شيء آخر، هما شيء واحد. ولكن هناك خطاب توراتي متطرف جدا وعنيف
يدعو إلى التهجير، يدعو إلى حصار الفلسطينيين أكثر، يدعو إلى منعهم من العمل وما إلى آخره. هذا التيار أصبح متمكن. ما هي المناصب المفتاحية اللي إحنا لازم نهتم فيها؟ واحد، إحنا في عنا داخل الكنيسة شيء اسمه لجنة الخارجية والأمن، هي من أهم اللجان داخل الكنيسة، معظم جلساتها بتكون سرية. هذه اللجنة في داخلها لجنة فرعية اسمها لجنة الخارجية والأمن يهودا والسامرة. نعم. هذه اللجنة تم تنصيب بعد اندلاع الحرب بأسبوعين، تم تنصيب واحد اسمه تسافي سوكوت، هذا طبعا من أهم المستوطنين المتطرفين، اعتقل 4-5 مرات من قبل الشرطة الإسرائيلية حتى، وهو اللي أقام مستوطنة أفيتار على جبل الصبيح. وبالأمس بعد ما صادقوا عليها أنا شفت فيديو له وهو عامل حفلة وبرقص وبشرب نبيذ هناك. هذا الآن هو رئيس لجنة الخارجية والأمن فرع يهودا والسامر، بمعنى هو يضع الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، كيف رح يكون شكل الضفة كمان مثلا 10 سنين كمان على الاستراتيجي. إذا تطلعنا على المؤسسات الحالية تحكم الضفة الغربية، إحنا بنروح على وزارة الجيش. داخل وزارة الجيش تم إنشاء دائرة اسمها الدائرة المدنية، بالعبراني بسموها وحدة الاستيطان، إحنا بنسميها الدائرة المدنية. هذه الوحدة تم تعيين واحد اسمه يهودا الياهو، وهو الذراع الأيمن لسموتريتش، وهو أسس معه مع بعض منظمة ريجافيم، وهذا اشتغل كثير على محاربة البناء الفلسطيني الغير شرعي في المنطقة سي. الآن هو مسؤول داخل وحدة الدائرة المدنية. هذه الدائرة المدنية مهمتها تعجيل الاستيطان داخل الضفة الغربية ورفع كل القيود اللي كانت توضعها المؤسسة العسكرية على هذا. طبعا احنا بنحكي قيود لانه يعني اعتبارات الجيش غير عن اعتبارات التوراتيين. ايضا في هناك منصب الاداره المدنيه، عين نائب، اول شيء ابتدع هذا منصب جديد اسمه نائب الاداره المدنيه، وتم اعطائه لواحد اسمه هيلل روت. طبعا هيلل روت هذا اكثر واحد يعني بكره كلمه فلسطينيين، هو اشتغل كثير على قتل ومحارب. يعني لما بعد 7 أكتوبر لما استشهد العديد من الفلسطينيين برصاص مستوطنين، هو أول واحد كان موجود في الميدان، ولما أجت الشرطة تحقق في الموضوع سكر على القضايا هذه. هذا الآن موجود هو نائب رئيس الإدارة المدنية. أيضا تم منح وزارة كاملة لواحدة اسمها أوريت ستروك. أوريت ستروك هذه قيادية من كريات أربعة، كل أهل الخليل بيعرفوا مين هي. يعني هذه واحدة يعني كيف إحنا يعني إن صح التعبير نحكي امرأة بألف رجل، هذه امرأة ب5000 مستوطن. ما قدمته للمشروع الاستيطاني يعني لا يكفي حلقات. الآن هي صاحبة وزارة اسمها وزارة المهمات القومية، هي تشرف وتمول كل الأنوية التوراتية وتشرف وتمول كل الاستيطان الرعوي إلى آخره. طبعا في كمان مناصب، هذه مناصب مفتاحية. لماذا؟ لأنه أنا لما أكون على رأس هذه المؤسسة أنا أفعل ما أريد. يعني أنا يعني لما يكون في هناك بناء جديد لمستوطن أو الإعلان عن وحدات جديدة، هذه بتيجي في بروسيس عملية بيروقراطية، لازم تروح لمحكمة ومن محكمة ترجع للاعتراضات وترجع لما أنا أشرف على كل حلقات هذه، إذا كون أنا قيادة الاستيطان بروسيس أحسن وأسهل بالضبط. فبالتالي إحنا بنقدر نحكي من أول ما تأسست هذه الحكومة منذ 29 كانون الأول 2022، أراضي التي تم إعلانها كأراضي دولة من قبل الجيش الإسرائيلي توازي في كميتها كل أراضي الدولة التي أعلن عنها منذ أوسلو، يعني منذ عام 95. أنا بقصد أوسلو الثاني مش الأول اللي هو تم فيه A و B و C. من 95 حتى اليوم كل الأراضي اللي تم إعلانها أراضي دولة في غضون السنة اللي فاتت يعني تم إعلان أضعاف منها. أيضا تم منذ بداية عمل هذه الحكومة تم بناء حوالي 120 مستوطنة جديدة. طبعا يعني أنا بستخدم كلمة مستوطنة وأنا ما بحبش أدخل في الاعتبارات المجتمع الدولي إنه هاي مستوطنة وهاي بؤرة، هذه مستوطنة سكنية موجودة لتوطين يهود توراتيين ويعني في توطينهم، بمعنى مش إنه يستغلوا الأرض وتوطينهم. 120 مستوطنة، حجم المستوطنات الرعوية مساحتها تساوي 10% من مساحة الضفة الغربية. يعني المستوطنات اللي أقيمت آخر 3 سنوات مساحتها تساوي مساحة كل المستوطنات التي أقيمت من 67. إذا إحنا فكرنا في هذه العبارة نشوف قديش الوضع كتير حرج.
في غضون 3 سنوات أقيمت مستوطنات على مساحة تساوي مساحة كل الاستيطان منذ عام 67. أيضا وزير التراث أعلن أنه في هناك 3800 موقع توراتي أثري داخل الضفة الغربية. إسرائيل بدها تسجل بعضهم في اليونسكو، ولكن هذه في يعني 80% من هذه المواقع موجودة في منطقة سي، في مناطق توراتية بيعتبروها موجودة في ألف وباء حطينها على جانب، ولكن في مناطق سي هذه أيضا يجب أنه يتم تسجيلها وتحويلها لمناطق سياحية وتسجيلها في اليونسكو، وأيضا تحويلها لمكان حجيج يعني يحجوا عليها يهود العالم إلى آخره. احنا بنتحدث هون ليس يعني بالمفهوم القديم كنا نتحدث انه الاستيطان ينمو كميا وينمو كيفيا يتعاظم، احنا اليوم لا، اليوم نتحدث عن مشروع بناء دولة متفوقة للمستوطنين، بمعنى انه يجب ان ننظر الى المشروع الاستيطاني انه كلما تطور واخذ منحى توراتي كلما تم محاصرة التجمعات الفلسطينية وحبسها اكثر واكثر. مفهوم دولة المستوطنين المتفوقة بمعنى أنه أنا ابني لما يكبر إن شاء الله كمان 10 سنوات راح يكون في داخل الضفة هناك الدولة من أكثر الناس إرهابيين ومتطرفين ومكان غير قابل للحياة بالنسبة للجيل اللي قادم بعدنا لإبنائنا. طبعا هذا على اعتبار أنه العملية تستمر في هذا الحكي، فإحنا لازم نطلع عليها بصورة تاريخية لقدام كيف راح تكون الأمور. نعم. طيب الآن لما بتيجي خطة الضم وبتحكي عن مناطق سي وصاحب إدارة من مناطق بي ومش عارف شو، فهذا كمان بيخلينا نسأل عدا عن فكرة هذا التمدد الكبير جدا اللي حكيت عنه أستاذ وليد بالأرقام، يعني تمدد المستوطنات، بس كمان فكرة تقسيم المناطق وتقسيم أو يعني تحديد الصلاحيات لمين الصلاحيات، يعني في خطة الضم إنه كمان تتضمن سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية من مناطق مصنفة باء. فهذا اللي بدي أسأله للأستاذ صلاح، إنه يعني خلينا نحكي هيك بطريقة اللي تفهم الناس عن يعني عن جد كيف رح يكون انعكاسها على الأرض، شو يعني لما نقول سحب صلاحيات من مناطق باء وإعلان سيطرة إسرائيلية على مناطق جيم، شو يعني هذا على أرض الواقع، وكمان بما يتعلق بالقرى الفلسطينية أهم إشي، لأن القرى الفلسطينية معظمها هي مناطق باء وجيم كلياتها. طبعاً هذا بحاجة لتوضيح كما ذكرت لينا. في مناطق جيم أولاً القرار الأول أخذ بعد اعتبار خطوة أو ما أعلن بخطة سموتريش، وهي خطة يدعمها نتنياهو وسموتريش وبن غفير، هي خطة في برنامج حكومي متكامل وليس هي من وحي هي تقزيم لها لما نقول خطة سموتريتش، يعني وكأنه هذا الشخص يعني مرهونة بهذا الشخص، إذا نزاح ممكن تتغير الخطة، هي خطة يعني عم بنعمل عليها من سنين يعني. بالضبط، الخطة في إطار متراكم ولكن هو الأعلن عنها سموتريتش للتنفيذ، ولكن الأهم احنا دائما حتى تكون الأمور واضحة، أولا تم الإعلان بسحب الصلاحيات الإدارية من السلطة الفلسطينية على مناطق جيم، وبالتالي مناطق جيم لا يجوز للسلطة الفلسطينية الآن العمل أو الدخول أو التعاطي مع أي مشاريع تنموية حتى بما فيها أراضي الدولة أو حتى أراضي الأوقاف. كل هذه الأراضي التي كانت جزء من استخدامات أو مرجعية مباشرة للسلطة الفلسطينية سحبت بالكامل، وتحويل أراضي الدولة في مناطق جيم لصالح الذي كانت تدار من خلال الإدارة المدنية وأي قرارات يجب أخذها في إطار الإدارة المدنية، تحويلها إلى لجنة استيطان من وزراء مستوطنين ليتم وضعها أمام خطة متكاملة تعزيز الاستيطان في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى تطوير مناطق صناعية جديدة. هناك 36 منطقة صناعية، الآن هناك خطة لعملية تطوير المناطق الصناعية وإضافة مناطق صناعية جديدة من خلال هذه اللجنة التي تم إقرارها في إطار الإدارة المدنية بمرجعية سموتريش، باعتبار سموتريش هو المرجعية للإدارة المدنية. القضية الثانية كما ذكرت في البداية قانون التسوية الأراضي. أستاذ صلاح خليك معي عشان ضل عند أراضي جيم. أستاذ وليد وكأنه عم بيقولنا أنه يعني أستاذ صلاح ربما بقصد أراضي باء، لأنه أراضي جيم أصلا ما هي ولا عمرها لا إداريا ولا إشي. أراضي جيم، أراضي جيم القرار أخذ أنه إحنا السلطة الفلسطينية لما كان بدك تروح تستأجر من أراضي الأوقاف في منطقة جيم تأخذ من الأوقاف تروح تزرع أراضيك في جيم. اليوم لن يسمح بالتصرف في المناطق اللي تعتبر أراضي دولة
اللي حسب التزاماتنا الدولية ممنوع تغيير في طبيعتها ومعالمتها والاحتفاظ فيها كما هي، تحولت من صلاحية في دائرة في الإدارة المدنية لسلطة مستوطنين. وعشان هيك يعني حتى لو أي مواطن وأي فلسطيني بده يروح يعمل أي شيء في أراضي دولة في مناطق جيم فورا بتم هدمه، مش بقرار العودة أو إعطاء إختار، هدم مباشر يعني البلدوزر ما بصير إلا في المناطق، وهذا ما جرى خلال الأيام الأخيرة في منطقة الجفتلي، في منطقة العوجة، في بعض المناطق المستهدفة. هذا يعتبر تطور خطير. صلاح، وين تكثيف الهدم راح يكون يعني بالفترة القريبة؟ تكثيف الهدم بأي مناطق؟ الهدم بدأ أولا اللي حكى عن توسيع عمليات الهدم والتعجيل في عمليات الهدم، في يوم واحد كان 17 عملية هدم في 7 قرى وبلدات في يوم واحد، كان في منطقة جنوب الخليل عمليات هدم، اليوم كان في عمليات هدم في منطقة الأغوار، وبالمقابل زرع بؤر استيطانية. الخطر الأكبر حتى اتفاق الخليل اللي حكى عن موضوع انه بعطي صلاحيه للمستوطنين في الحرم الابراهيمي انه يؤدوا الشعائر الدينيه، مقابل انه باقي القضايا الاداريه تحت سلطه بلديه الخليل. منطقه الحسبه تم وضع اليد عليها وهي تعتبر جزء من صلاحيه حسب الاتفاق الخليل من صلاحية بلدة الخليل التعامل معها، وتم الإعلان عن أبراج من المستوطنين الذي أو البناء لوحدات استيطانية على شكل أبراج، لأنه فيش الاحتلال في عملية زيادة عدد المستوطنين في البلدة القديمة، 500 مستوطن كان بحرسهم 2000 جندي خلال العقود الماضية، اليوم في محاولة لتطوير واقع الاستيطان وخلق بيئة جاذبة للمستوطنين في هذه المناطق، كان من جزء من هذه المشاريع اللي تعتبر جزء من مناطق السيادة الفلسطينية. الأخطر في ذلك تصريحات سموتريش بأن الفلسطينيين حسب اتفاق أوسلو مناطق با كانت المحميات الطبيعية تحت صلاحية السلطة، والمحميات الطبيعية في مناطق جيم تحت صلاحية الإدارة المدنية. كون الفلسطيني أخلى وغير في موضوع المحميات الطبيعية في مناطق با، وهذا يعتبر إخلال في الاتفاق، راح يتم هدم كل البنايات الذي تم بنائها في مناطق المحميات الطبيعية، وبلشت في منطقة الجفتلك 3 بنايات، امبارح كان في فروش بيت دجن. كل هاي المواقع اللي تم بنائها في مناطق محميات طبيعية وتم تغيير تعريفاتها في الحكم المحلي الفلسطيني، تم سحب هذا الموضوع وأخذ بقرارات جدية أو مباشرة في عمليات الهدم. والقضية اللي أعلنت في مناطق محميات طبيعية في مناطق باء، عفواً، مناطق قديش يعني حجم او نسبه المحميات الطبيعيه في مناطق باء عشان نقدر نفهم قديش رح يصير في عمليه هدم؟ المحميات الطبيعيه هي كل المناطق الرعويه والزراعيه في مناطق الضفه الفلسطينيه، 2.2 مليون دنم، جزء منها كانت مناطق محميات طبيعيه، ما يقارب 8 من اراضي الضفه الفلسطينيه كانت محميات طبيعيه. نعم. منطقة باء أقل المناطق في المحميات الطبيعية، ما أغلب المناطق هي كانت في مناطق جيم يعني كمحميات طبيعية، وحافظ الاحتلال على السيطرة على حتى في منطقة جيبيا غرب بير زيت، أهم منطقة جغرافية وبيئية هي تعتبر ملاصقة للبيوت، المحميات الطبيعية واصلة للبيوت تحت سيطرة إسرائيلية، وبالتالي أراضي محدودة جدا أعطيت، وهي كل منطقة باهي 18%، كل منطقة ألف ما بزيدش عن 18%، وبالتالي نحكي عن مناطق جيم 64%، فالمحميات الطبيعية في الإطار العام يعني نسبة في منطقة باء محدودة جدا، ولكن هذا جزء من القرارات. القرار الأخطر الإعلان الرسمي لم يطبق حتى الآن بأنه أي عملية بناء حتى في منطقة باء ستكون من صلاحية الإدارة المدنية وليس من البلديات أو نعم. الحكم المحلي في المجالس. هاي أكثر يعني كله خطير، بس هيك مسألة خطيرة جدا ومستجدة علينا، يعني أنه إحنا إذا تنفذ هذا الموضوع إحنا بنحكي عن أنه قرار بناء في قرية فلسطينية مثلا في منطقة اللي هي حتى مش قريبة من المستوطنات، ممكن تكون في قلب القرية قرار بناء ما يكونش يعني قرار فلسطيني، ما يكونش احنا من الفلسطيني ما مش على رأي مش راح ياخذ الترخيص من الحكم المحلي او من جهه فلسطينيه. فهون استاذ وليد حتى انت كمان كتبت مقال او تقرير
بتسأل فيها هل استعادت إسرائيل السيطرة على مناطق باب في الضفة الغربية. خلينا بس بشكل سريع نعرج على هذا الموضوع حتى ننتقل لمحور السلطة الفلسطينية، لأنه يعني كمان الوقت داهمنا، بس بشكل سريع على هاي النقطة، أنه فعليا السيطرة استعيدت أو ستستعاد، نحكي كلمة تستعاد لأنه كانت إسرائيل بدها إياها في اتفاق أوسلو بس ما حصلتش عليها. نعم، يعني أنا بأكد على كل اللي تفضل فيه الضيف يعني من كلام هذا، ولكن يعني أنا في موضوع البناء في منطقة بي، أنا لا أعتقد إنه هيك. يعني أنا قرأت القرار اللي صدر عن الحكومة الإسرائيلية في جلسة 28/6/2024، وهذا بيستند إلى مداولات في الكنيست من آب 2023، وإحنا اطلعنا على هدول الجلستين. الفكرة الأساسية لدى قيادة المستوطنين ومنظمة رجافيم أنه في هناك أبنية فلسطينية مطلة على المستوطنات وهي تقع في منطقة بي، وطبعا هي الفكرة مش أنها مطلة، الفكرة أنه تضييق على الفلسطينيين وهذا. فالقرار اللي تم اتخاذه 28/6 هو قرار سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة، ولما نتحدث عن الإنفاذ بمعنى تنفيذ الهدم بحق المباني غير المرخصة. احنا بنعرف انه اذا في مبنى بده ياخذ رخصه، هذا المبنى لازم يكون من ضمن مخطط الهيكلي وبياخذ رخصه من البلديه، والبلديه الفلسطينيه او المجلس المحلي الفلسطيني هو الذي يصادق عليه، ولكن من يضع المخطط الهيكلي هي ليست السلطه، يعني هي الاداره المدنيه. اي نعم، يعني شكليا احنا بنروح على السلطه وهي اللي بتسوي، ولكن في الاخر بدها تودي على الاداره المدنيه تصادق عليه. فبالتالي اذا كان في هناك بناء فلسطيني غير موجود غير مرخص، يجب أن يكون في هناك إنفاذ للقانون وهدم هذا أو مخالفته. السلطة لا تقوم بهذه المخالفات والإنفاذ داخل منطقة بي، فبالتالي هذه بالتحديد الصلاحية التي تم سحبها، ولا أعتقد أنه تمتد إلى إذا حدا بده يبني لازم يأخذ الإذن كما هو معمول طبعا في منطقة جيم. هو اذا سحب صلاحيات الانفاذ معناته يعني لما السلطه هي هلا يعني ما بتهدمش اشياء مباني غير مرخصه، بس اذا سحبت هاي الصلاحيات معناته الاحتلال بسهوله راح يهدم في مناطق بي. يعني نعم يعني قد يهدم. نعم، الان الموضوع كمان يتعلق بشخص مهم جدا احنا لما نتحدث عنه، وهو الذي يصادق نهائيا على قرارات الهدم، وهو قائد المنطقه الوسطى في الجيش الاسرائيلي يهودا فوكس. نعم. الموجود حاليا ليس على وداد مع المستوطنين، سوف يتم استبداله الشهر القادم في آب، ومن المتوقع أن يحل مكانه قائد مقرب من المستوطنين. طيب إذا ما تتحدث به أستاذ وليد بخلينا نسأل عن الانعكاسات على بنية السلطة الفلسطينية. طبعا أنت ذكرت في بداية حديثك أنه من بعد 2014 عمليا أنهيت العلاقة السياسية مع السلطة الفلسطينية وتحولت لعلاقة أمنية وشوي اقتصادية، أو حتى هي مالية حتى مش اقتصادية. فاليوم ننتقل لهذا المحور أستاذ صلاح، اليوم الاحتلال حسب هذه المخططات والعقوبات اللي كان قد أعلن عنها بالفترة الأخيرة، هل لديه رغبة حقيقية في تقويض السلطة ولا إعادة صياغة لشكلها ودورها، مع أنه تقويضها حصل منذ سنوات؟ يعني الموضوع بشكل كامل لا يريد اي نوع من الكيان او حتى كيان سياسي لمنظمه التعمير او منظمه التحرير، لا تريده اسرائيل. فمرجعيه اداريه وشؤون للناس لا تريده اسرائيل. بس الشكل السياسي انتهى، فانا اللي يعني تدير الظهر بالكامل في الموضوع السياسي، اداره الظهر بالكامل لاي كيانيه فلسطينيه. الآن المؤسسات الرسمية التي حتى دوليا اعترف بها، والآن هناك عدد يتزايد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وليس السلطة الفلسطينية، نحن في واقع أمام مفرق طرق. على القيادة السياسية أن تختار، هل ستبقى في إطار يعني ترحب في التنديد والاستنكار والإدانة لممارسات الاحتلال حتى لنتحول إلى تأبيد للاستعمار وتحويل كل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل، أم سيكون هناك خطوات مختلفة؟ إسرائيل دمرت أو داست كل ما يعرف باتفاق أوسلو، لا يوجد أحد يتحدث عن اتفاق أوسلو سوى البعض من القيادة الفلسطينية. المطلوب خطوة عملية. الآن الإعلان رسمي عن كل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67، أراضي وحدة واحدة، أراضي دولة فلسطينية تحت الاحتلال، هذا المطلوب. حتى
نكون مفهومين للعالم بأن ما نطمح له والحديث عنه في إطار نضالنا وكفاحنا هو الدولة الفلسطينية، وأن نطالب المجتمع الدولي بأن يعترف بالدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، ونبدأ بخطوات على الأرض في تصعيد المواجهة مع الاحتلال وسياسة الاستيطان في مناطق الضفة الفلسطينية. وبالمناسبة كان في السابق حتى عام 89 ثلثين الفلسطينيين كنا في مناطق جيم ومناطق باء، اليوم أكثر من ثلثين الفلسطينيين في مناطق ألف كعدد سكان، البحث عن الوظائف وأسباب مختلفة. نحن بحاجة أن يكون الخطوة الأولى أولا البدء بعصيان مدني يبدأ في المواجهة في مناطق بي بحكم الكثافة السكانية لكل إجراءات الاحتلال، وأن يكون هناك مواقف واضحة في التصعيد والمواجهة في مناطق ألف باعتبار أن هناك تقاسم ما بين الإدارة المدنية التي ستدير مناطق جيم، والجيش سيدير العلاقة مع منطقة مع مناطق ألف. وبالمناسبة ما يجري في منطقة طول كرم وجنين ونابلس وباقي المخيمات الفلسطينية هو مؤشر على مستقبل المناطق، مستقبل الأراضي الفلسطينية، وكيفية العلاقة التي تستخدم ليس على طريقة اجتياح عام 2002، ولكن الاجتياحات الجزئية واضحة ليس لاعتقال نشطاء بل لمواجهات، تدمير بنى تحتية، تدمير اعتقالات جماعية، قتل، استخدام كل أشكال البطش والقمع الصهيوني. هذا يتطلب البحث عن خيارات فلسطينية كما كنا في الانتفاضة الأولى. طيب أستاذ صلاح، رح أجي على موضوع الخيارات عشان يعني هيك ترتيب المحاور، رح أجي على موضوع كيف ممكن نواجه كل هذا الوضع، لكن كمان مرة بدنا نفهم شو بدهم من الضفة الغربية. إحنا قبل لسه يعني أيام قليلة كنا ناس كان تخوفها عموما من مسألة حصار مالي، تعطيش، كل هاي الأمور على خلفية احتجاز أموال المقاصة وفكرة التهديد بالمي وكذا. قبل أسبوع صار في هيك فكفك زي ما قلنا بالبداية، أعطوهم شوية أكسجين يعني وأفرجوا عن جزء من أموال المقاصة، وقيل بأنه هذا ضمن يعني ترتيبات لها علاقة بالرؤية الأمريكية لما بعد الحرب، لما بعد حرب غزة، بمعنى أنه اليوم يعني كما كتب أنه السلطة هي شريكة في صياغة الرؤية الأمريكية. أنا بحكي عن إيش كتب يعني بتقارير إعلامية، في صياغة الرؤية الأمريكية لما بعد الحرب، وهي جزء من التفاهمات هي الحلحلة المالية اللي صارت. فأي نقطة خلينا أنقلها للأستاذ وليد، هل اللي صار يعني هو شيء مؤقت منعاً للانفجار، ولا إحنا رجع لنا نفس التكتيك اللي كل مرة يستخدم بالتاريخ الفلسطيني أنه التهدئة بالمال؟ يعني أنا يعني لا أريد أن أكون يعني ناقد زيادة عن اللزوم، ولكن يعني أنا ما بشوف هناك صار تغيير بتاتا. يعني هو كمان إحنا لا يجوز إنه ننتقد يعني أوسلو، ولكن نفكر بعيون أوسلو. يعني هذا باستمرار إسرائيل والولايات المتحدة تحول أموال للسلطة، لأن يعني السلطة بحاجة إلى أموال يعني حتى تقوم بدورها اللي بتقوم به بغض النظر شو هذا الدور. وأنا ما بعرف ماذا يعني لما حدا يجي يحكي انهيار السلطة. كيف يعني انهيار السلطة؟ يعني هل انهيار السلطة بمعنى أنه كل واحد روح داره، ولا بمعنى أنه ما يعني لا يجب أن نعرف ما هو انهيار السلطة. يعني أنا ما بشوف أنه في هناك سيناريو مستقبلي لا تكون السلطة جزء منه. كيف؟ وأحد يعني من أهم المشكلات اللي موجودة أمام إسرائيل إنها تحتل مكان، يوجد في هذا المكان 2.5 إلى 3 مليون فلسطيني، هي لا تستطيع تقتلهم كلهم، ما بتقدر تهجرهم كلهم، ما ولا راح تعطيهم دولة، فبالتالي بدها تتعامل معهم. ومنذ اليوم الأول لوجود السلطة هي لم تكن كيان سياسي، حتى نأتي وندعي إنه والله إسرائيل تريد أن يعني كانت تتعامل معها ككيان سياسي، اليوم هي تتعامل معها ككيان وظيفي. هي من البداية لم تكن كيان سياسي، يعني لا يوجد في اتفاق أوسلو من أوله لآخره في كل الاتفاقيات والملاحق والهذا أي ذكر لإقامة دولة فلسطينية، يعني هذا واضح. أوكي، فبالتالي إحنا لا يجب أن ننتقد السلطة ثم نتحدث بلغة أوسلو. فبالتالي إحنا يوجد لدينا هنا معضلة إدارة حياة 3 مليون أو أقل بقليل من الفلسطينيين اللي بسكنوا داخل منطقة اسمها الضفة الغربية، وقطاع غزة طبعا بصيروا 5 مليون. كيف بدنا ندير حياتهم؟ هذه المنظومة الاستعمارية يعني تجرب العديد من الطرق،
واحد من هذه الطرق، واللي على ما يبدو انها اكثر طريقه يعني يعني مفيده وناجحه، هي ادارتهم من خلال منظمه التحرير. وهذه يعني لانه لها بعد يعني في ثقافه الناس، بعد شعبي، بعد يعني لا اعتقد انه يتم استبدالها، ولا اعتقد انها راح تنهار. ولكن يعني ولكن ولكن ما قد ما قد يحصل ما قد يحصل في الامام انه قد تكون العلاقه بين اسرائيل وبين السلطه اكثر وضوحا، اكثر جلاء، اوكي، ولكن لا يوجد هناك التحولات الدراماتيكيه. قد يكون هناك املاءات جديده على السلطه، بمعنى انه نحن نريد زعيم جديد للسلطه اللي يفكك المخيمات، نحن نريد زعيم جديد للسلطة اللي مثلا يغير مناهج التعليم. يعني قد تك يعني هذا سمعنا إشارات واضحة من إسرائيل ومن الأمريكان، يعني لما نيجي نسأل شو يعني سلطة متجددة حسب الرؤية الأمريكية، هذه هي رؤية متجددة. نعم. يريد نعم. أن يكون رأس السلطة الفلسطينية لا ينتمي لحزب سياسي، بمعنى مش أبو مازن يضع رئيس وزراء تكنوقراط، لا، رأس السلطة لا ينتمي إلى حزب سياسي. قد يكون هكذا أسهل بالنسبة لإسرائيل للتعامل مع للتعامل يعني لتمرير هذه اللي هي تفكيك المخيمات. بالمناسبة أحد التقارير اللي أنا اطلعت عليها اللي كانت من التسريبات لجنة الخارجية والأمن تشير أنه بين 2000 و2016 170 ألف فلسطيني غادروا الضفة الغربية إلى غير رجعة حسب سجلات الإدارة المدنية. هذا رقم مش قليل، هذا رقم كثير خطير. يعني غادروا الضفة الغربية بمعنى مركز حياتهم على مدى يعني عشرات السنوات القادمة مش حيكون داخل الضفة الغربية. يعني هذا يعني النموذج اللي يعني تطفيش أو تهجير ممكن نسميه طوعي غير طوعي، يعني هذا يعني أكثر يعني حل مقبول للذهن حتى لما نيجي نفكر على معضلة الفلسطينيين والإسرائيليين داخل الضفة الغربية اللي هو تهجير الفلسطينيين، لأنه ما دون ذلك لا إسرائيل راح تنسحب ولا فلسطين راح يقيموا دولة فلسطينية. علاج موضوع الضفة الغربية بده واحد من شغلتين، إما بالقوة من خلال حرب، وهذا مش عيب طبعا، وإما من خلال تحولات حقيقية في المجتمع الدولي، بمعنى الآن على إسرائيل أنها تنسحب من كل شبر. وأنا لا أرى أنه هذا شيء يعني قد نراه يعني من هون لخمسين ستين سنة. فهدول هم الطرق. طب ونتائج الحرب على غزة أكيد يعني هي بالآخر مرتبطة بكل شيء، سواء في الضفة ولا في القدس ولا في الداخل، يعني إلا ما يكون يعني نتائج الحرب على قطاع غزة يعني هي نتائج يعني يعني دعينا هنا نميز عندما نتحدث على 7 أكتوبر، دعينا نميز ما بين النوايا وما بين النتائج. لا أحد يعني يشكك في نوايا المقاومة ودافعها، هذا نضع جانبا، نحن نتحدث عن النتائج. النتائج قد تكون كارثية على القضية الفلسطينية، هذا يعني ليس حكما مع أو ضد ما حدث. من حق الفلسطينيين أنهم يقاوموا بكل الأشكال ويعيدوا الكرة مرتين، ولكن النتائج قد تكون كارثية. أحد أهم الأسباب لماذا لا تكون قد تكون كارثية لأنه تركت المقاومة لوحدها، يعني أهم مكونات الشعب الفلسطيني محيد قاعدة بتتفرج. هذا مثلا من أهم أسمع رأي الأستاذ صلاح في هاي النقطة، لأنه هي نقطة مهمة حقيقة. يعني هذا هو اليوم حوارنا إحنا في كل لحظة يعني... في كل دقيقة، إنه كيف ممكن تنعكس ما يجري الآن في غزة من حرب إبادة ومن يعني وصمود المقاومة على مدار 10 شهور على وشو راح يتطور يعني على كل واقعنا. يعني لحد معين أخ وليد، يعني لا أتفق مع موضوع أن النتائج كارثية وخمسين لستين سنة مش رح يكون في دولة. يعني خلينا شوي نظل متفائلين على أساس أنه نقدر نبث الروح لأطفالنا. هناك تحولات ما بعد 7 أكتوبر، تحولات استراتيجية على الصعيد الدولي والمحلي، أظهرت وبشكل واضح أن كل المحاولات التي حاولت أن تعبر عنها دولة الاحتلال بأنها الدولة الرابعة المصدرة للسلاح، الدولة رقم 9 في عمليات الجيش وتطوير مهاراته وإمكانياته على مستوى العالم، وأنه دولة الاحتلال
الرقم 19 في الناتج القومي العالمي، كل هذه القضايا، وأن الخطاب أهم خطاب للعقيدة الصهيونية كان يوجه للعالم من كل رؤساء ووزراء إسرائيل السابقين وبما فيهم نتنياهو، أن كانوا يعتبروا أن البلد الآمن ليهود العالم هي الأراضي المحتلة عام 48. اليوم البلد الغير آمن لكل يهود العالم هي الأراضي المحتلة عام 48. وبالتالي هناك تطورات ومتغيرات جذرية على كل المستويات. أهم ما في الأمر أن ما كانت تدعيه دولة الاحتلال بأنها الدولة الديمقراطية في شرق أوسط بربري، هذا بالكامل أصبح يعني على أصغر جيل في العالم كشف أنه أكثر دولة إرهابية في العالم دولة الاحتلال. وبالتالي كل الإدعاءات والبرامج والخطابات والمليارات اللي صرفت للترويج على المستوى الدولي، صندوق القومي اليهودي في 55 دولة في العالم كان بخذ الضرائب، ضرائب مستثمرين ومتبرعين بتم جمعها للمستعمرين والمستوطنين في 48 في الأراضي المحتلة عام 48 والأراضي المحتلة عام 67. بالتالي هذا الواقع يمكن قراءته، هجرة أكثر من 500 ألف مستوطن إلى الخارج، أو بمعنى أن لا يشعروا بالأمان في الأراضي المحتلة في أقل من 9 شهور، وحتى هذا فقط في حتى شهر 4 هذه الإحصائية. هناك تطورات جديدة، كلما اشتد الحرب في منطقة الشمال كلما كانت الهجرة أوسع، وهناك مواقف واضحة من المستوطنين اللي بيعيشوا في إيرلندا وفي غيرها وراحوا يبنوا مستعمرات جديدة، بأكدوا أنه الحياة والبقاء بيكون في هذه المناطق مش من في المستعمرات المقامة في 48. بالتالي هناك تطورات. الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يكن أن يجرؤ أي دولة أوروبية أن تعلن رسميا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني علنا، كل الاتحاد الأوروبي كان يجمع بأن يكون سنعترف بما يتفق عليه الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا اليوم بطل شيء أساس بربط دول الاتحاد الأوروبي وكان بالاعترافات. ما كانش ممكن الموقف اللي جنوب أفريقيا تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وانتقدم ملفات في محكمة العدل الدولية بهذا الشجاعة وبهذه العدالة وبهذا الدعم للحقوق الشعب الفلسطيني لولا تضحيات أهلنا في قطاع غزة. ما كانش ممكن طرد سفير إسرائيل من البرازيل لولا وجود حزب يساري بقود الحكومة وفي نفس الوقت بيأمنوا في حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي إحنا بحاجة لقيادة فلسطينية تقدر تغلب المصالح الوطنية على المصالح الذاتية والحزبية. إحنا بحاجة إلى قيادة تتحمل المسؤولية، مش إنه نحمل المسؤوليات لبعض، نتحمل المسؤوليات مع بعض. نؤمن إنه ما في ممكن للتغيير بدون أن نكون موحدين، بدون ما نبحث عن مصالح ذاتية وفئوية وملهاش قيمة ومصالح عابرة، سواء كانت بالمسميات أو المناصب أو المكاسب. عشان نحكي على مستوى اللي كنا بنحكي فيه موضوع الضفة الغربية، يعني هنحكي هلأ على نطاق خلينا نقول أقل أو نطاق أضيق من مسألة المواجهة، اللي هو مواجهة يعني ما تتعرض له الأراضي الضفة الغربية والقرى وكل هاي الأمور. وأنت كنت عم تحكي عن كيف نواجه، وأنا قلت لك رح نرجع عن هذا، يعني معانا آخر 5 دقائق في هذا الموضوع. بإطار كل اللي ذكرناه في عنا كمان قصة الاعتداء على القرى من قبل ميليشيات المستوطنين وكل هذا الإرهاب اللي مورس ضد أهالي القرى وكل وما إلى ذلك. لما بنسأل أهالي القرى بحكي لك يعني ما فيش حدا بدعم، ما فيش حدا عنده، ما فيش مبادرات عن جد حقيقية لتعزيز صمود هدول الناس في القرى، ما في خطة لتمتين اللجان الشعبية في القرى الفلسطينية لوجود لجان تبحث الخطر، يعني القرى تفتتت تقطعت أوصالها وما فيش حدا عم بتابع هذا على مستوى جدي. يعني بالتالي إنه وين إحنا في هذا الموضوع؟ وأنا هون بسألك كمان من باب إنه كان قبل أيام اللي هو مؤتمر اسمه مؤتمر الحماية الشعبية، حتى استوقفني العنوان لأنه إحنا دائما بنحكي عن المقاومة الشعبية، لكن يعني كان عنوان المؤتمر الحماية الشعبية. هل سنبقى في إطار مطالبة الحماية الدولية؟ لأنه بنفس المنطق اللي حكينا عن القيادات السياسية بدنا نحكي عن حالنا. أنا على الأقل كناشط وكسجين 11 سنة في سجون الاحتلال وعشت في الانتفاضة الأولى وبمدرك تمام كل حرف بنحكي عنه في نضالنا الوطني التحرري. الموضوع مش بس شعارات، خطوات عملية. احنا في هيئة مقاومة الجدار قبل 7 أكتوبر كنا بنعرف أنه في محاولات شرسة
من المستعمرات الرعوية للمهاجمة التجمعات البدوية والتضييق لمحاولة التهجير والتشريد. بعض القرى مثل ترمس عياف في دار أبو عواد قعدنا 47 يوم متواصلات يوم بيوم لا قدرنا نمنع المستوطنين من الاعتداءات على عائلة دار أبو عواد اللي جنب المستوطنة. في وادي السيق قعدنا 62 يوم بشكل يومي، الصبح اللي بالليل بنكون الشباب والصبايا في هيئة الجدار كادرات الهيئة بيكونوا مع المدارس والطلاب اللي بيحموا المدارس بمعنى توزيع الأدوار. الفكرة بناء النموذج، احنا ما بنضل نحكي شعرة، نبني نموذج ونحكي عنه، وبالتالي كل القوى مسؤولة عن استنهاض الحالة بشكل عام. يعني هاي مش مسؤولية لجنة جماعة أفراد، ولكن يجب أن نبني النموذج قوة المثال حتى الناس تقتنع أنه نحكي الشعارات. الناس كيف تنظل على الشعب الفلسطيني أن يعمل، على الشعب الفلسطيني أن يعمل. هذا موضوع لازم أنه إحنا ما هو المطلوب مني أعمله مشان غيري يقتنع في اللي إحنا بنكون فيه. مؤتمرنا اللي عملناه امبارح واعلنا عن موضوع الحمايه الشعبيه الدوليه، احنا في كل القياده السياسيه في الخطاب الرئيس في الامم المتحده بطالب الحمايه الدوليه، ما حد سامع الفلسطينيين، ولكن يمكن ان نستقطب اصدقائنا اللي تاريخيا كانوا لهم دور في كل اشكال الكفاح مع الشعب الفلسطيني، لنجند اكبر قدر ممكن من الطاقات امام حاله التضامن الواسعه مع الشعب الفلسطيني للمواجهه المباشره، الانتقال من حاله التضامن لحاله المواجهه. هذا الموضوع بيأسس بدايات لعدد انه نحن نشتبك مع المستوطنين في مواقع المواجهه، وهذا هو المطلوب. مش المطلوب انه احنا بدنا نرصد ونوثق، في جهات بترصد وبتوثق، في مؤسسات بتشتغل هذا الشغل، احنا مش بديلين عنها، ولكن احنا بدنا نكون في واجبنا الوطني لما بتكون منطقة المغير فيه هجوم من 1500 مستوطن يكون على الأقل في جاهزية بالمئات نكون موجودين. هيك كنا في الانتفاضة الأولى، وواقعنا اليوم مختلف كليا. شهيد بكون في قرية، أهل القرية الثانية بشاركوش، لم يكن في تاريخ شعبنا الفلسطيني عدم التضامن بهذه الحالة. في تطور منيح، ولكن مش كما كنا في الانتفاضة بصورة جمال الانتفاضة الأولى اللي عشناها ونظل نحكي عنها لكل الأجيال. عشان هيك إحنا معنيين نبني النموذج، هذا المؤتمر لبناء تراكم في النموذج، ولكن ما نطمح له ما بنقدر نحشد كل العالم يجي على الضفة الفلسطينية، ولا كل الناس ممكن يزيل زي رشيد الكوري ويوقفوا قدام الدبابة، ولا مثل بعض المتضامنين معنا، ولكن يمكن أن يتحول كل متضامن إلى مذياع متنقل في العالم للتحريض ضد الحركة الصهيونية. يمكن أن يشاركوا في تحضير لانتفاضة مدنية دولية تبدأ بالاعتصام أمام السفارات الإسرائيلية وتنتهي بشل حركة الدبلوماسية الصهيونية في كل دول العالم. يعني كمان بس يعني عشان يتحقق هذا، بس كمان مطلوب تحشيد للفلسطينيين أنفسهم، لأنه في حالة من المواد غريبة عجيبة صراحة. القيادة الموحدة بلشت من ثلاث تنظيمات، ما استنوش يتوحد الكل، المهم لازم نبدي ونبني النموذج ويآمن الآخرين نحن بنشتغل لفلسطين مش لمصالح شخصية. نعم، على أي حال هذا الموضوع كمان بحاجة لمساحات أكبر من النقاش، فكرة كيف يمكن استنهاض الفعل الفلسطيني بشكله الأوسع شعبياً في الضفة الغربية، هذا موضوع ممكن نخصص له أيضاً لقاء آخر. شكراً لكم ضيوفي الكرام، بهذا نختم وإياكم هذه الحلقة من برنامج المسار عبر شبكة قدس الإخبارية. الشكر للأستاذ صلاح الخواجة الباحث في شؤون الاستيطان، وأيضاً لك أستاذ وليد حباس الباحث والكاتب الفلسطيني، يعطيكم ألف عافية، وشكراً لكل من تابعنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة.